إذا فقرة الوصفات معنا سيدة يسرى مدينة تطوان. صباح الخير. صباح الخير لله. أهلا وسهلا عش مبروكة. علينا وليك حبيبة. مرحبا بك معنا ليسرى. شكرا جزيلا ليسرى. شنو الاقتراح ديالك لنا كوصفة اللي اخترتيها لنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟ إن شاء الله نقدم لكم وصفة جيكو في الفرن إن شاء الله. تفضل. مرحبا. بالنسبة للجيكو كنحتاجو الجيكو الواحد يختار اللي بغا سواء الكتف سواء الفخد. ودائما حنا كنستغلوا الفخد كنديروه شوا. ممكن لو حدا تستغل الكتف غير ديكشي يكون شي شويه مزيان للصحه. راه كنا كنهضر نتكلم مع الدكتور اميري هو متبعنا في البرنامج كنخاف عندك لا يغضب مننا غير الماكله تكون صحيه. مرحبا بك لاله يسرى. نحاولوا نديروا توازن التوازن الشيء اللي كنقلبوا شويه نتهلاو فيه والمرافقه ديروا نديروا صحيه. مرحبا. تفضل لاله يسرى. بالنسبه للجيكو ولا ناخذوه كنديروا به تكات يعني هكا تقيبات صغار بالموس وكل تقيبه كنديروا فيها الملحه والابزار ودريس ديال الثومه الا كان صغير الا كان كبير كنقطعوه على اربعه وكنديروا شحال من تكات فيها ماشي لي دو كوتي الوجه الفوقاني والتحتاني كناخذوا كترونه صغيره كنديروا فيها الزبده الذوب وكنديروا فيها الملحه شويه ديال الملحه كندهنوا مزيان هاد الجيكو ديالنا ملي دو كوتي من بعد طبعا ما قلت لك سكيناهم ودرنا فيهم ملح والابزار هادوك التقيبات درنا فيهم ملح والابزار والثومه كندهنوا مزيان بهاد الخليط الزبده والملحه وكنعملوه في لاطه هذيك اللاطه كنديروا فيها شي طريفات هكا قلال ديال الزبده ماشي بزاف غير باش تعطينا داك الدهن باش ما يتحرقش لينا وكنضيفوا واحد الكاس صغير ديال الماء هاد الكاس صغير ديال الماء يعني كميزانك على حسب اللاطه هي شحال ما كانت اللاطه يعني قد تجيكم مزيان باش ما كيمشيناش داك الماء كنغطيوها وكنخليوها طيب وطبعا كنراقبوها مره مره والجيكو نورمالمون في الفران يعني على حسب الحجم ديالو ولكن هي هو يعني كياخذ تقريبا من 45 دقيقه فما فوق ثلث ساعه هو داك النار ما خصهاش تكون مهيله وما خصهاش تكون مجهده تكون عاديه يعني باش يطيب كامل حتى من الداخل حتى كل شيء داك الشيء اللي كاين منين كيطيب صافي كنبقاو نسكو هكا بفرشيطه ولا شي ولا كيغدون ولا ملي صافي كيطيب كنزولوا ليه داك باش كنا غطيناه وكنخليوه يتحمر كيهدا داك يجي ساهل ما فيه لا قوام لا والو وكيتقدم مع الملحه والكمون والخضره صوتي الا بغيتي نعطيك الطريقه ديال الخضره صوتي ما كرهناش تفضل كنشطو بطاطا وخيزو كنقطعوهم مربعات صغار كنديرو لهم الملح والابزار وكنفوروهم من بعد ما كيتفوروا ما كيتفوروا طيا نحاولوا يعني الحجم يكون بحال بحال باش يتفورونا في نفس الوقت كنشدو مقيله كنديرو فيها شويه الزبده نقدروا نهرسوها بشويه الزيت باش ما نكثروش الزبده ديروا الثومه والربيع وكنديو نجيبو فيهم شويه هاد غير هاد المكونات على ما يطلق لنا غير ديك النسمه ديال الثومه وكنلوحو هاد الخضر ونرشو الملح والابزار كنحركو شويه غير جهد ما هاد المكونات كلهم كيندمجوا لينا وهي عندنا خضره صحيه وسهله وما فيهاش احنا خدينا ما هو صحي ما بقيناش غير في اللحم وصافي ونيت هذا نوفروه يعني فاش يكونوا عائله نهار اللي يكون يكونوا ناس زايدين طبعا خص تكون يعني طبله عامره باش الواحد يعني ياكل غير ياكل غير القد ديالو ما يكثرش منه. الله عليك لاله يسرى ما عندي ما يتسالك وان شاء الله باقي عندنا الجديد وباقي وصفات جديده ياك ان شاء الله ان شاء الله خطيك. انا موجوده وقت ما بغيتو انا كاينه مرحبا. الله يطول عمرك وعشم بركه مسعوده لاله يسرى. تحياتي عليك. مع السلامه. الف شكرا.